السلام عليكم. نكمل الجزء الثاني من محاضرة Analysis of Asynchronous State Machine. بعد ما حصلنا على Assigned Flow Table نجي نبدأ بالخطوة الرابعة اللي نحصل من عندها على Merging Flow Table. مثل ما تعرفون Merging Flow Table هو عبارة عن Two Columns. الكولوم الأول هو الـ Present State والكولوم الثاني يعبر لي على الـ Next State حسب قيمة الإدخال اللي هو X1 X2 اللي راح تكون عندنا بيه أربع حالات اللي هي 0 0 0 1 و 1 1 و 1 0. شلون راح نملي أو شلون راح نكون الميرجنج فلو تيبل؟ راح نجي هنا للأسايند فلو تيبل نشوف شكو قيمة عندنا بالنكس ستيت مساوية لقيمة البريزنت ستيت. هذه راح نعطيها رقم بالنظام العشري ونخليها في داخل دائرة حتى نعبر عنها بأنه هي حالة مستقرة عبارة عن ستيبل ستيت. فنجي هنا نشوف هنا 0 0 مشابهة إلى هذه البريزنت ستيت، فنعطيها الرقم 1 ونخليها في داخل دائرة، فهذه هي أول ستيبل ستيت. هنا أيضا نلقى 0 0 فهذه تمثل لي الستيت رقم 2 وتكون هي ستيبل. أما هذه الحالات اللي هي غير مشابهة لقيمة البريزنت فاليو أو البريزنت ستيت ما راح نعطيها رقم الآن، راح نتركها مؤقتا. بعدين نجي للسطر الثاني هذا هنا ونشوف شنو الحالات المشابهة إلى قيمة البريزنت ستيت. فنشوف هنا عندنا هذه الحالة وهذه الحالة مشابهة إلى قيمة البريزنت ستيت، فراح نعطيها هنا الرقم 3 ونخليها في داخل دائرة، وهذه نعطيها الرقم 4 ونخليها في داخل دائرة. وهاي الحالتين اللي هي غير مشابهة لقيمة البريزنت راح نتركها مؤقتة مثل ما قلنا. نجي الآن للسطر الثالث، راح نشوف هنا عندنا هذه القيمة وهذه القيمة اللي هي بالنكس ستيت مساوية إلى قيمة البريزنت ستيت، فلذلك هنا راح نعطيها رقم وخليها في داخل دائرة، وهذه نعطيها رقم وخليها في داخل دائرة. أخير شيء وصلنا إحنا لستيت 4، فهذه نعطيها 5، هذه نعطيها 5، وهذه نعطيها 6 مثل ما تشوفون هنا وخليها داخل دائرة. بالنسبة للسطر الأخير اللي هنا عندنا 1 0 1 0 مشابه إلى قيمة البريزنت ستيت، فهذه راح نعطيها 7 وهذه راح نعطيها 8 مثل ما تشوفون هنا 7 ب 8. أما بقية الحالات اللي هي غير مشابهة إلى قيمة البريزنت ستيت في كل سطر، راح أجي لكل عمود وأشوف أو أبحث عن هاي القيمة المشابهة لها. مثلا هنا عندنا هذا 0 0 اللي هي غير مشابهة إلى هذه القيمة البريزنت ستيت، ففي هذا الكولوم عندي هنا 0 0 اللي هي انطيتها 1 ستيبل، فإذا هذه راح تصير قيمتها 1 بس شنو؟ تكون غير ستيبل، ان ستيبل يعني تكون. كذلك هنا عندنا 0 1 في حالة الواحد 1 فهو غير مشابه إلى قيمة البريزنت ستيت، لذلك راح نعطيها قيمة مشابهة لها لما يشابهها بالكولوم هذا. يشابهها بالكولوم عندي بهالمكان هذا اللي هو مستقر اللي هو سميته بالستيت رقم 3، فهنا راح اسميها 3 لكن تكون ان ستيبل. وهكذا بالنسبة لبقية الأعمدة، هنا راح ياخذ 2 مثل ما تشوفون، وهذا هنا راح ياخذ نفس قيمة هذه اللي هي 7. بالنسبة للكولوم الثالث هنا هذا 1 0 راح ياخذ نفس قيمة هذا 1 0، يعني هنا راح ياخذ قيمة الرقم 8، وهنا هذا 1 1 راح ياخذ نفس قيمة هذه الستيت اللي هي احنا سميناها 5، فهنا تاخذ 5 لكن تكون ان ستيبل. نفس الفكره هنا، فهنا 0 1 راح ياخذ نفس قيمه هذا الستيت اللي هو 0 1، هنا 4 كان ستيبل فهنا راح يكون 4 ان ستيبل، يعني مثل ما قلنا هو غير مشابه لقيمه البريزنت ستيت. وهنا عندنا 1 1 هذا راح ياخذ نفس قيمه هذا 1 1 اللي هو كان 6 ستيبل، فهنا راح يكون 6 ان ستيبل. وبهذا راح نحصل على الميرجنج فلو تيبل. فمثل ما تشوفون هذه الدائرة هي عبارة عن 8 ستيتس، 8 حالات عندنا بيها وبها ادخالين اللي هي X1 X2 مثل ما تعرفون. الخطوة اللي بعدها بعد ما نحصل على الميرجنج فلو تيبل راح نجي نحاول ان نحصل على الاوتبوتس اللي هي Z1 Z2 للدائرة، واللي هي سابقا عرفناها بالخطوة الأولى هي هذه
البولين اكسبريشنز تبعها. فراح نجي نملي الزد 1 في هذه الكارنوف ماب ونملي الزد 2 في هذه الكارنوف ماب، حتى بعدين عن طريق الكارنوف مابس هذه وعن طريق الميرجد فلو تيبل نستطيع ان نخلي قيمه الاوتبوت مقابل كل ستيت. فبالنسبه لي هذا الكارنوف ماب زد 1 مليناه بالشكل التالي. فالزد 1 عندنا هي عباره عن واي 1 في الواي 2، فمعناتها الواي 1 واحد والواي 2 راح يكون واحد. فعندنا هذا الرو هو بالواي 1 والواي 2 تكون قيمتها واحد واحد، فراح املي هذا السطر او هذا الرو بالوحدات. وبعدها زائدا عندنا الاكس 1 داش في الواي 1، فمعناتها الاكس 1 راح تكون قيمته صفر والواي 1 تكون قيمته واحد. فالاكس 1 تكون قيمته صفر في المكان هذا، هاي التو كولومز يعني هذا الكولوم الاول والثاني، وقيمة الواي 1 واحد راح تكون في هذا التو روز، يعني هنا الواي 1 واحد وهنا واحد، فتقاطعهم راح يكون في هذه السيلز الأربعة. فهنا نخلي أصلا واحد واحد وهنا نخلي واحد واحد. التعبير الآخر هو X1 داش في الواي 2، معناته الـ X1 صفر مثل ما قلنا هاي التو كولومز، يعني هنا الـ X1 عندي صفر قيمتها و الواي 2 قيمتها واحد، فالواي 2 قيمتها واحد هي في هذا الرو وفي هذا الرو، يعني هنا تشوفون الواي 2 واحد وهنا واحد، فمعناتها التقاطع مالتهم راح يصير في هذه الاربع خلايا هاي، امليها بالوحدات. فهنا وبقية الخلايا راح نمليها بالاصفار. هذا بالنسبة للزد 1. بالنسبة للزد 2 نفس الفكرة، عندنا واي 1 واي 2 داش، فالواي 1 واي 2 داش معناته الواي 1 واحد والواي 2 قيمته صفر، يمثل لي هذا الرو املي بالوحدات. وبعدها عندنا الاكس 2 داش في الواي 1، فالاكس 2 داش معناته الاكس 2 قيمته هي صفر، فراح يكون عندي هنا الاكس 2 قيمته صفر وهنا قيمته الاكس 2 صفر، معناته هذا الكولوم وهذا الكولوم ايضا. تقاطع مع الواي 1 اللي هو يمثل لي بهالمكان هذا واي 1 واحد وهذا الرو هو الواي 1 واحد. فتقاطعهم معناته هذه الخلية وهذه الخلية وهذه وهذه تكون وحدات. التيرم الأخير اللي هو X2 داش في الواي 2 داش، معناته الـ X2 قيمته صفر مثل ما تشوفون هنا هذه التو كولومز، مع الواي 2 داش اللي تكون قيمة الواي 2 صفر اللي راح تكون في هذا الرو وفي هذا الرو الأخير، معناته هذا المربع أو هذا السل مع هذا السل مع هذه مع هذه لازم تكون قيمتها واحد. وبقية السيلز راح تكون قيمتها صفر. هذا بالنسبة للزد 2. بعد ما حصلنا على الكارنوف ماب للزد 1 والزد 2 وحصلنا على الميرجد فلو تيبل، راح نقدر نبني البريمتيف فلو تيبل اللي هو يعتبر الخطوة الخامسة بالاناليسيز اوف اسينكرونوس ستيت ماشين. في هذه الخطوة راح نحاول ان نعمل اكسباند للميرجنج فلو تيبل، يعني نفتح الميرجنج فلو تيبل. طبعا هنا راح يكون عندنا البريزنت ستيتس اللي هي قيمها من 1 إلى 8 ما كتبناها، يعني تركيزنا راح يكون هو على النكست ستيت. فنيجي للسطر الاول هذا حسب قيم الانبوتس، وهنا يكون عندنا زد 1 زد 2 هي الاوتبوت. فبالنسبه للسطر الاول في كل نخلي في بالنا في حيث كل سطر او كل رو في البريمتيف فلو تيبل تكون عندنا فقط حالة واحدة هي ستيبل وبقية الحالات تكون انستيبل، وعن نحافظ على شيء آخر بأنه تكون عندنا حالة الريسنج بروبلم. فلو نجي مثلا نشوف هنا عندنا بهذا السطر نخلي الستيت رقم 1 ستيبل تحت الصفر صفر الاكس 1 اكس 2، فما دام عندنا بالصفر صفر ستيبل معناتها بالواحد واحد راح تكون عندنا حالة الريسنج بروبلم. خلينا هنا بعدها نجي هنا نخلي بالصفر واحد لما يكون الانبوت نخلي ستيت رقم 2، لكن شنو ما نخليها ستيبل، ليش؟ لانه مثل ما قلنا كل سطر بالبريمتيف فلو تيبل لازم تكون عندنا ستيبل ستيت واحده فقط، فنخلي هنا 2 بس تكون بحاله الان ستيبل، وهنا نخلي الاربعه كما هي ننزلها. هذا بالنسبه للسطر الاول. بالنسبه للاوتبوت راح اتركه حاليا. نجي هنا للسطر الثاني. الثاني
راح يكون هنا عندنا نفسه هو السطر الاول. ليش؟ لانه بالسطر الاول هنا بالميرجنج فلو تيبل عندنا هي الستيت رقم 2 اللي تكون ستيبل، معناته هذا السطر راح اقدر احصل من عنده على السطر الاول والسطر الثاني بالبرمتيف فلو تيبل. يعني السطر الاول بالميرجنج فلو تيبل ينفتح الى سطرين بالبرمتيف فلو تيبل، فيصير هنا عندنا 2 ستيبل مثل ما تشوفوها، هذه 2 ستيبل واللي تكون هي ستيبل بالصفر واحد، معناتها بالواحد صفر راح تصير عندنا ريسنج بروبلم مثل ما تشوفون هنا ريسنج بروبلم. اما بحاله الصفر صفر فهي عندنا الستيت رقم واحد لكن تكون بحاله الانستيبل. ليش؟ لانه مثل ما قلنا احنا بالسطر الواحد بالبرمتيف فلو تيبل يكون عندنا فقط ستيت واحده هي ستيبل، فهنا راح تكون انستيبل، وهنا راح نجيب ستيت رقم 8 وننزلها كما هي. وهكذا بالنسبه لبقيه الاسطر، فنشوف هنا هذا السطر في الميرجنج فلو تيبل اللي هو هذا السطر، هذا نفتحه الى السطر هذا السطر الثالث والسطر الرابع بالبرمتيف فلو تيبل، ونفس الفكره بالنسبه السطر الرابع الثالث هذا بالميرجنج فلو تيبل راح ينفتح الى السطر الخامس والسطر السادس بالبرمتيف فلو تيبل، وهذا السطر الاخير بالميرجنج فلو تيبل اللي هو مثل السطر الرابع بالميرجنج فلو تيبل هذا راح ينفتح الى السطر السابع والسطر الثامن بالبرمتيف فلو تيبل. ونفس الفكره هي مثل ما قلنا، يعني مثلا لو ارجع لهذا السطر هنا نطبق عليه الفكره نشوف بانه هنا نخلي بالصفر واحد الستيت 7 هو ستيبل، هذا بالصفر واحد 7 ستيبل، معناتها بالصفر واحد 7 ستيبل، معناتها بالواحد صفر راح يكون عندنا ريسنج بروبلم، وبقيه المكانات بحاله الصفر صفر وبحاله الواحد واحد مكاناتهم هذه راح اخذها منين؟ من الميرجنج فلو تيبل. فهنا القى واحد وهنا القى ثمانيه، فنزل واحد بثمانيه، لكن هنا الثمانيه تكون انستيبل لانه صار عندنا هنا 7 ستيبل. بالنسبه للثمانيه هنا ثمانيه ستيبل بالواحد واحد، فراح يكون عندنا بالصفر صفر معناته ريسنج بروبلم، فراح يكون هنا عندنا بالصفر ريسنج بروبلم، وعندنا هنا السبعه والسته ناخذها من الميرجنج فلو تيبل ننزلها كما هي هنا تحت الادخالات صفر واحد والواحد صفر على التوالي، على شرط ان يكون عندنا هنا السبعه انستيبل. ليش؟ لانه الثمانيه هنا صار عندنا ستيبل. وهكذا حصلنا على النكست ستيت للبرمتيف فلو تيبل. نجي الان للاوتبوت، والاوتبوت هنا راح ناخذه باستخدام المور ستيت دايجرام، يعني راح بالنهايه نحصل على مور ستيت دايجرام. راح ناخذه من هذه الكارن اوف مابس، راح نشوف هنا ستيت واحد اللي هي تمثل لي بهالمكان هذا، هذا قيمة الزد 1 وهذا قيمة الزد 2، فراح ناخذ صفر واحد ونخليه هنا. يعني الاوتبوت نحصل عليه بمقاطعة الميرجنج فلو تيبل مع الكارن اوف مابس للزد 1 والزد 2 حتى نحصل بالنهاية على الإخراج لكل ستيت أو لكل سطر. هنا عندنا الستيت واحد بهالمكان هذا هي ستيبل، فنجي هنا ناخذ الزد 1 هو صفر والزد 2 واحد، فناخذ صفر واحد نخليه هنا. بالنسبه للاثنين هي ستيبل بالصفر واحد، معناتها هذا السيل للزد 1 وهذا السيل للزد 2، معناتها راح يكون عندنا الاوتبوت هو صفر وبصفر، فراح نجيب الصفر بصفر نخليها في المكان هذا هنا. بالنسبه لهذه هي انستيبل فما راح نتعامل وياها. نجي هنا الستيت رقم 3 الاوتبوت مالتها يكون وين هو ستيبل؟ دايركت من بالصفر صفر بالنسبه للستيت 3، فمعناتها هذا السيل للزد 1 وهذا القيمه للزد 2، معناتها راح يكون عندنا هنا واحد بصفر، فنجيب الواحد صفر ونخليه هنا بالنسبه للستيت 3. بالنسبه ل 2 و 5 نتركهم لان انستيبل. نجي الان للستيت رقم 4، 4 هي في هذا المكان بالواحد صفر يعني، فبالواحد صفر بالمكان هذا وبالواحد صفر بالمكان هذا بالنسبه للزد 2، على شرط ان يكون الواي 1 واي 2 قيمتها صفر واحد يعني هنا صفر واحد، فناخذ زد 1 0 وزد 2 0 فننزلهم بهالمكان هذا مقابل ستيت رقم 4. نجي هنا 3 و7 انستيبل ما راح تهمنا. نجي هنا الى ستيت 5 اللي هي مكانها وين؟ بالواي 1 واي 2 1 1، هذا الواي 1 1 1 يعني نتعامل مع هذا السطر بالنسبه للزد 1 مع هذا السطر بالنسبه للزد 2، ونشوف مكانها وين الخمسه ستيبل لما يكون الانبوت 1 1 يعني بال x1 x2 في هذا المكان الكولوم وال x1 x2 في هذا الكولوم، فراح يتقاطعون في هذا السيل بالمكان هذا
وبهالمكان هذا. فراح يكون عندنا قيمة الزد 1 هي 1 وقيمة الزد 2 قيمتها 0. فراح يكون عندنا الاوتبوت هو 1-0 بالنسبة للستيت رقم 5. بالنسبة للستيت رقم 6 راح يكون 1-1 مثل ما تشوفون هنا. نجي هنا للسطر الأخير، هنا الواحد نتركه هنا لأنه أنا ستيبل. نجي هنا للسبعة اللي هي ستيبل في هذا المكان، فالزد 1 هو 1 والزد 2 1، فناخذ هي بالنسبة للسبعة 1-1. وبالنسبة للثمانية راح يكون الاوتبوت هي عندنا للزد 1 0 وللزد 2 1، فراح يكون عندنا 0-1. والستة هنا هي ان ستيبل. يعني خلاصة البريمتيف فلو تيبل، هذه النكست ستيتس نحصلها من الروز مال الميرجنج فلو تيبل، بحيث كل سطر نفتحه الى سطرين. ليش الى سطرين؟ لانه بي فقط حالتين هي ستيبل، فلذلك ينفتح الى سطرين بحيث كل سطر يحتوي على ستيبل ستيت وحده يكون. بالنسبه للاوتبوت شلون نمليه من تقاطع النكست الميرجنج فلو تيبل، نتيجه تقاطع الميرجنج فلو تيبل مع الكارنوف مابز للاوتبوت، بحيث نسقط الستيبل ستيتس اللي موجوده بالميرجنج فلو تيبل على الكارنوف ماب، وناخذ من عندها قيم الزد 1 والزد 2 وننزلها هنا في هذا الكولوم اللي هو متخصص بالاوتبوت مال البريمتيف فلو تيبل. بعد ما حصلنا على البريمتيف فلو تيبل بالخطوه رقم 5 هنا، راح نجي للخطوه رقم 6 اللي هي عن طريقها راح نحصل على الستيت دايجرام. فهنا لو ناخذ فقط هاي السطرين بالبريمتيف فلو تيبل والبقيه هي كما هي تطبق، فنشوف هنا عندنا ستيت رقم 1، هذه ستيت رقم 1، وستيت رقم 1 الاوتبوت مالته هو 0-1 مثل ما تشوفوا هنا. مثل ما قلنا هي مور ستيت دايجرام، هذا الاخراج مالته 0-1. الستيت رقم 1 في لما يجي ادخال 0-0 تبقى الدائره هي ستيت في ستيت 1، يعني تبقى ستيبل في ستيت 1 مثل ما تشوفوا هنا. لما يجينا انبوت 0-1 تتجه الدائره للستيت رقم 2، فهنا بال 0-1 تتجه الدائره للستيت رقم 2 اللي يكون اخراجها 0-0. وبال 1-0 تتجه الدائره من الستيت رقم 1 الى الستيت رقم 4، فهنا من الستيت 1 نتجه الى الستيت رقم 4 بال 1-0، والستيت رقم 4 هو اخراجها 1-0. طبعا بالواحد واحد لما نكون دائره بالستيت رقم 1 ويجينا 1-1 هذه ريسنج بروبلم، يعني ما ممكن يجينا 1-1، ففقط الحالات المسموح بها هي 0-0 0-1 و1-0. بعدها لما الدائره بالستيت رقم 2 تكون، فاذا جانا 0-1 تبقى الدائره في نفس الستيت ستيبل، وقلنا الستيت رقم 2 الاخراج مالته هو 0-0 مثل ما تشوفون هنا. اذا جانا 0-0 والدائره هي بالستيت رقم 2، لما يكون الانبوت 0-0 والدائرة هي بالستيت رقم 2، فراح تتجه الدائرة إلى ستيت رقم 1، ترجع هنا إلى ستيت رقم 1. وإذا جانا 1-1 راح تتوجه الدائرة من الستيت رقم 2 إلى ستيت رقم 8. فهنا لما الدائرة بالستيت 2 ويجي انبوت 1-1 راح تتوجه الدائرة إلى ستيت رقم 8 اللي هي الأوتبوت مالتها 0-1. وإذا جانا طبعا بحالة ال 1-0 راح يكون عندنا حالة الريسنج بروبلم، لذلك حالة غير مسموح بها لما تكون الدائرة هي بالستيت رقم 2. وصلنا إلى نهاية محاضرتنا اللي كان عنوانها هو Analysis of Asynchronous State Machine. وأي سؤال أو استفسار حول المحاضرة تستطيعون أن تتواصلوا معي أعزائي الطلاب عبر الإيميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.